ان فغادي نمشي لعند محسن الحداد اللي هو رئيس الفرقه اللي كتحمل الاسم ديالو واللي رافقونا في هذه الاربع الحلقات اللي خصنا للبرامج ديال رمضان. اخ محسن، اهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على المشاركه ديالك في البرنامج. انت من مدينه تطوان ودرستي فيها؟ نعم، الموسيقى في معهد تطوان. كاينين شي معلمين في الحرفه اللي درستي عليهم؟ شكون اسمائهم؟ بحال استاذ التمسماني والاستاذ الاسباني اولمو، الاستاذ ديال الكمان. استاذ التمسماني هذا معروف في الموسيقى الاندلسيه، يعني من الاسماء المرموقه. كذلك كنت كتعزف شي اجواق، وكاين شي جوق كنت رئيس ديالو؟ نعم، جوق الشباب وجوق الهلال كذلك، بجوجهم من مدينه تطوان. جوق معهد ديال تطوان، جوق ديال الموسيقى الاندلسيه والموسيقى الكلاسيكيه. انت دائما كتعمل محاولات كيكونوا معك ناس هولنديين ومن جنسيات اخرين، كيفاش كتقرب لهم الموسيقى المغربيه والعربيه؟ واش ما كتعمل ما عندهمش صعوبه مع الرباع مع في الموسيقى العربيه؟ عندنا مسائل خاصه من الناحيه ديال الموسيقى اللي ما فيها سي رباع، كل من الناحيه ديال ما عندهم حتى شي مشكل فيها، الا الموسيقى اللي فيها كرات نوت، يعني الرباع. وكتكتب لهم مسائل بالنوت وما كيكون مشكل؟ ما كاين مشكل. عندك واحد المشروع سمعت؟ نعم، عندي مشروع ديال الاوبيريت اللي كتكون من المسرح والرقص، وهذا المشروع يعني اللي كتكون من الفولكلور ديال المغرب. اوبيريت. اوبيريت. غادي تسمعنا منها واحد الطرف. كنشكرك. نخليكم الان اذا مع محسن الحداد والفرقه ديالو في مقطع من الاوبيريت اللي من تلحينه. محسن الحداد.